تفضل جورج، ما اهلا بك مره اخرى، انبسط جدا. وداخل الاخت اللي دخلت دي استفزتني جدا، والموضوع ده مش يعني مش هي بس، ده حتى العيال اللي زي عبد الله رشدي والاشكال بنت اللعبه دي، اللي هو ايه، عايش في دور الاستشهاد طول الوقت، اللي هو يا عيني بقى الاسلام ده الدين الجميل اللطيف اللي بيعامل الناس كلها كويس، واحنا الملحدين الوحشين اللي بنتهجم على الدين وبنشتمه وبنشتم الاله وبنشتم الرسول كده اوت اوف نو وير، واحنا يعني قلة الادب، وهم طيبين جدا ومشاعرهم اللطيفه الخفيفه دي بتتجرح عشان احنا قلة الادب، وهو مش واخد باله. انا مش يعني انتوا بتستعبطوا ولا انتوا عبط، ما ده حاجه الحل من الاثنين، يا اما انتوا عبط فاحنا ما بنتكلمش مع ناس عبط، يا اما انتوا بتستعبطوا فتعالوا نقول لكم بقى انتوا ازاي بتستعبطوا. اللي يطلب حاجه، اللي هيطلب حاجه من الناس لازم يكون هو بيعملها الاول. يعني انا لو النهارده بقول لاحمد مثلا تكلمني باحترام، انا لازم اكون بكلمه باحترام الاول، وبعدين لو هو كلمني بقله احترام اقول له لا انا بكلمك باحترام، فانت بالمثل تعاملني بالمثل. انما انت ما تبقاش قليل الادب وعمال تقل ادبك على الناس كلها، وعمال تكفر وتبدع في الناس كلها، وعمال تقتل وتبدع في الناس كلها، وعايز الناس تحترمك، يبقى قصامك يقول لك مش عارف دي عقيدتي، خلاص طالما انت مش عايز تؤمن بالله خلاص، بس ما تشتمش عقيدتي. انت عقيدتك دي ثابت عقيد الناس في حالها؟ تعالى نتكلم، اشوف بقى، افتح الخرى اللي عندك قبل ما تيجي تنظر على الناس. القران بتاعكم ده سبع عقائد الناس الثانيه في حالها، عمل ايه مع اليهود؟ قالت اليهود العزير ابن الله. انت مال امك؟ ما يقولوا العزير ابن الله ولا يقولوا زفت مسيح ابن الله، انت مالك؟ مش انت بتقول للناس سيبوني في حالي انا وعقيدتي ومالكش دعوه؟ طب ما انت ما سبتهمش في حالهم هم وعقيدتهم ليه؟ عمل ايه مع المسيحيين؟ قائد ائتم شيئا ادا ومش عارف، واتخذوا للرحمن ولدا ومش عارف ايه، وانت مال امك؟ انت مال امك؟ مش انت عايز الناس تسيبك في حالك؟ مش انت عايز الناس ما تناقش عقيدتك؟ مش انت عايز الناس اللي معترضه على عقيدتك ما تجرحش جسم مشاعرك؟ طب وانت بتجرح جسم مشاعر الناس التانيه ليه؟ ليه؟ ولا هو حلو ليك وحش للناس؟ ولا انت بقصمك على راسك ريشه؟ فانت اللي تشتم عقائد الناس التانيه وانت ما حدش يجي جنبك؟ طب بلاش خلاص، المسيحيين واليهود دول هو شتمهم وبتاع، طب بقيه الناس المشركين والكفره ما سابش حد في حاله. صح. ومش بس وكالحمار يحمل اصفارا وكالكلب ان تحمل عليه يلهس وكالانعام بل اضل سبيلا وشر الدواب. يا ابني لا سأل عن دين امك، انت فاكر نفسك مين عشان تقعد تشتم في الناس كلها كده؟ عايز الناس تحترمك تقدم الاحترام الاول. طب ما قدمتش الاحترام يبقى ايه اللي عن دين امك؟ يبقى نكسر بوز امك. انت ليه انت على راسك ريشه تيجي تشتمنا واحنا نحترمك؟ نحترمك بتاع ايه؟ فين الاحترام اللي انت اظهرته للناس؟ خلاص ما اظهرتش احترام للناس، ما تزعلش لما الناس تيجي تشتمك وتطلع دين امك ده، لدرجه اللي هو اللي يسيب الدين اقتلوه. في ايه؟ في ليه تسيب الدين يقتلوه؟ يعني هو يبقى شاتمك وقلل ادبه عليك ومحقر منك وعايز يقتلك، وبعدين يقول لك انت بتحترمش عقيدتي ليه؟ انت بتحترم الرسول ليه؟ عارف ايه؟ عشان قصام وعلى قصام. عارف ايه؟ وعايز يشتمك ويقلل ادبه وعايز يقتلك وعايز يضحك جزيه وعايز يطلع دين امك، وبعدين يقول لك انت بتجرح مشاعرك. يا قصام مشاعرك حطها في تيزك، مشاعرك دي مالهاش مكان تاني غير كده. مشاعرهم حساسه، مشاعر الناس. اتفضل. مشاعرهم مرهفه، مشاعر تحس ان مشاعره مرهفه جدا، بس هو بيقول ان انت تتقتل بكل بساطه بكل ادب يعني. يقول لك بمنتهى الاريحيه، يقول لك انت مرتد فده يعتبر خيانه فانت تتقتل. بيقولها بمنتهى الاريحيه كده، عايز تتقتل عادي، مش مؤمن بالله ومحمد يعني. ما تصليش على النبي ليه؟ ما تحترم مشاعر ودفع الجزيه عادي برضه، اللي هو انا عاملك كعبد وبتاع ودفعك الجزيه ومش عارف اركبك الحمار بالعكس ومش عارف وتعمل ايه، بس عادي. لكن انت تحترم مشاعر، ما تقولش على الرسول وحش، ده الرسول جميل. انت عبيط؟ اكيد انت عبيط، ما هو ما فيش حاجه تاني ينفع تتقال عليك غير ان انت عبيط، او انت بتستغفل البشريه. الاسلام ده اللي هو دلوقتي عايش على البشريه دور ايه؟ البت مواضع، واخد وضعه كده، ادينه بوضع يشتم الناس كلها ويقل ادبه على الناس كلها، ما حدش يشتمه. لك اسلاموفوبيا، انت بتجرح مشاعري وانت سايب كل، وانت سايب الناس في حالها. طب تعالى بقى نشوف الناس اللي بتتكلم، مش بس القران والاحاديث والقرف ده يكفي. الناس اللي خطب الجمعه اللي قعدت بال 30 وال 40 سنه في بلد وسخه زي مصر بيشتموا الناس وهم الميكروفون بتاعهم محطوط في بلكونتهم،
ما جرحش مشاعرك الكلام ده لما انت مشاعرك رهيفه قوي كده؟ ما كانش بيجرح مشاعرك لما تبقى حاطط الميكروفون في بلكونه واحد مسيحي وبتقول المغضوب عليهم والضالين ولعن الله اليهود والنصارى؟ ما كانش بيجرح مشاعرك الكلام ده؟ ما كانش بيجرح مشاعرك لما كانوا بيسرقوا محلات الناس بيولعوا في بيوت الناس؟ الكلام ده بيجرحش مشاعرك؟ ما كانش بيجرح مشاعرك لما داعش اللي هي اعتمدت على القران والسنه كانت بتبيع البنات الازيديات عبيد ويغتصبوا الناس؟ ما جرحش كل ما جرحش مشاعرك؟ جرح مشاعرك ان في رسام رسم رسمه الكلب الصحراء على 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 الامه بتاعته قنبله؟ جورج 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 بدي اقول لك شغله، بس مؤسس داعش كان معاه دكتوراه بالشريعه الاسلاميه وخريج الازهر. ما يعني ما يعني كل ما جرحش مشاعرك يا انتوا انتوا ما عندكوش دم للدرجه دي؟ ايه اللي عندين هم مشاعركم دي؟ مشاعركم يوم شفت ايه؟ داعش والقاعدة كل مؤسسينها معاهم شهادات في الشريعة أو العقيدة الإسلامية، كلهم خريجين دراسات إسلامية بالمناسبة. لا بيقول لك الواد الجربان اللي اسمه هيثم طلعت يقول لك التطرف بتاع داعش والتطرف بتاع الملحدين زي بعض. داعش دي اللي هو التنوير، داعش هي التنوير، واخد بالك؟ تعرف مين قال لي كده كمان يا جورج؟ ضابط الأمن الوطني. ضابط الأمن الوطني. ضابط الأمن الوطني. بعد ما يعني روقوني يعني واخد بالك وطلع دين امي وبهدلوني، فبيقول لي بيقول لي على فكره انتوا زي الجماعات الاسلاميه المتطرفه، انتوا وجهان لعمله واحده. لا والله. اه وكيف حدث ذلك؟ مش عارف كيف حدث، مش عارف، عايز اقول له يعني انتوا المفروض ان انتوا تبقوا ناس بتفهموا، يعني المفروض جهاز زي الامن الوطني ده يبقى فيه ناس بتفهم. يعني ده استهبال. يقول لك داعش الواد الجربان اللي اسمه هيثم طلعت اللي كل حاجه عملتها داعش هو موافق عليها لان هو دارس العقيده الاسلاميه وفاهم ان كل حاجه عملتها. يقول لك لا دول التنويريين اللي بيحاولوا يفهموا النص بطريقه مختلفه. فين؟ هات لنا كده نص قالته داعش فهمها بطريقه مختلفه. كله من ابن تيميه، كله من التراث. يقول لك لا بس هم كانوا عايزين يلغوا التراث. فين داعش لغى التراث؟ هات لنا حاجه واحده كده داعش لغيت فيها التراث. يا ابن الشرموطه يا كذاب، مفيش. هم تعاملوا بالظبط، انت قلتها في مره في برنامج، حاجه واحده عملتها داعش ما عملهاش محمد فارس فرسان المعيز. حاجه يجيبوا لنا حاجه واحده ما عملهاش هو، مفيش خالص. عشان تعرف ان هم رد فعلهم على الكلمه ديت كما الذي فعلته داعش لما فعله محمد واصحابه، كان 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 اثبت فعلا ان هو التعليمات بتاعته داعشيه. هم نفسهم علشان خاطر انا قلت كده ازاي بتشبه محمد بداعش، حرقوا العربيه بتاعت الرئيس اللي هو اسمه المخرج بتاع الحلقه ده اللي وصلوا له، وحاولوا ان هم يقتلوني في الشارع بس عشان قلت ما الذي فعلته. ما انت بتعمله ها، ما انتوا نفسكم في اوروبا اللي هم ايه اللي عمل واحد عمل رسومات يروحوا طالعين مولعين في العربيات. ايه انت ازاي بتقول على الاسلام دين عنيف؟ دين ارهاب. ازاي ويروح يقتلوا الراجل يقول لك ولو قلت عليه دين ارهاب هولع لك في عربيتك. بالظبط. وبالاخر يقولوا الاوروبيين يقولوا لهم انتوا اسلاموفوبيا، انتوا عندكم اسلاموفوبيا ليه؟ لان عندكم رهاب الاسلام. تخيل رهاب، ده رهاب مش خوف حقيقي، رهاب خوف غير منطقي. خوف غير منطقي، رهاب. ايه عدم المنطقية اللي انت فيه؟ واحد طول النهار عمال يشتمك وعايز يقتلك عشان انت مرتد وانت خايف، ايه اللي انت فيه ده؟ بطل مرض، ما تخافش عادي، اتقتل كده وانت كويس مفيش مشكلة. يعني ده قمة الاستعباط. ويجوا بعد كده يقول لك انت بتجرح مشاعرك. لا قص ام مشاعرك. ايه رأيك بقى انا هجرح مشاعرك دي نهار وليل؟ ايه اللي انت بتتناك بتستعبط؟ عايز الناس ما تجرحش مشاعرك، عايز الناس ما تتكلمش على دينك، شيل الايات اللي دينك فيه بيتكلم فيها على الاديان الثانيه. مش انت بتقول اللي هو كل واحد حر في دينه وكل واحد ما يجيش ناحيه الدين الثاني عشان الكلام في الدين ده بيجرح المشاعر؟ طب شيل الايات اللي في القران اللي بتتكلم على دين المسيحيين واليهود والمشركين اللي كان عندهم اصنام والهه ثانيه، انت مالك بيهم؟ بتتكلم على دينهم ليه؟ شيل الايات دي وشيل الاحاديث دي وشيل الحاجات اللي بتهدد حياه الناس وشيل كل الشتايم وساعتها تعالى اقول لك حرمته من حقه المشروع في ان هو يشيطنك، يخليك شيطان، يعمل منك شيطان، ومن حقه ان هو يعني هنيك شعب امك. وانت عايز تقول ايه؟ يعني انا شيطان؟ انا شيطان يا ابن الوسخ، واللي عندك اعمله. هو محتاج شيطانك.
الاسلوب ده هو اللي نزل سقف المطالب. انت فاكر زمان سقف المطالب كان عامل ازاي؟ ده انت مثلا مسيحي ولا بتاع في المدرسه هتقول الحديث تقعد تربع ايدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم دلوقتي بيقول لك ما تقولش عليه بس فارس فرسان المعيز، لا هقول فارس فرسان المعيز لان هو ابن بيتناكه وفارس فرسان المعيز وان كان عاجبك، لان الحقوق بتنتزع يا باشا. وانت ما ينفعش معمول كده، انتزاع الحقوق ديت فن وحرفه يعني فن. يديله شبر ياخد منك دراع لا مفيش الكلام ده. انا هعاملك زي ما انت بتعاملني بالظبط. انت بتعتبرني ايه؟ مش بتعتبرني كافر وحل حرقي؟ وانت ايه اللي عن دين امك وايه اللي عن دين امك؟ مش عاجبه الخطاب ده يروح بقى للكيوت، يعني يروح للناس الكيوت. اوكي كلم اتحاوروا مع الكيوت، لان هم مش كانواش عايزين يتحاوروا معاهم اصلا، انما ما كانواش عايزين يتحاوروا معاهم يتحاوروا مع بعض. هم هيفضلوا كده يتحاوروا مع بعض. واحد من هيئة الضرع ده الجمهور بتاعه كلهم حمير، كلهم ما عندوش غير الحمير. عملية فرز. اصلا ممكن يكون انسان عاقل الاي كيو بتاعه فوق الستين يسمع عيسم طلع ده يحس ان هو بيقول اي كلمة مفيدة. خالص. انت لازم فعلا تبقى حمار عشان تسمع الكلام ده، حاسس ان الكلام ده ممكن يتركب منه جمله مفيده. بيقول اي كلام مناقض حتى للعقيده بتاعته، يعني حتى الناس دي مش دارسين عقيدتهم حتى. هم عايزين يجمعوا الاغبيه، عايزين يجمعوا الاغبيه ودارس العقيده الاسلاميه هيكفر هيثم طلعت. بالظبط. عايزين يجمعوا الاغبيه اللي في البلد، لو عايزين يجمعوهم بجد يعني يعملوا حصر الاغبيه في البلد، ينادوا يقولوا مش هقولوا الاغبيه يجوا هنا او يتوجهوا للمنطقه الفلانيه. اوكي يعني الناس مش عايزه تتهم نفسها بالغباء، بس هم ممكن يعملوا حاجه اذكى من كده، يقولوا ان هم متابعي هيثم طلعت توجهوا للمكان الفلان، يبقى كده عملوا حصر لكل الاغبياء. ده حل المفروض. وبعدين نعمل فيهم ايه بعد ما يتوجهوا للمكان الفلاني؟ تديهم محلول معالجه الغباء. بس عايز حتى تشيل تورطنا كده. انت بتصفهم كم هم 10 ولا 100 تلاقي لك 50 مليون رايحين بالحتة. عايزين مدينة. مشكلة عن جد مشكلة. هما الموضوع بالنسبة لهم دلوقتي اللي هو ايه، انا لازم اعيش دور الضحية طول الوقت، خصوصا بقى في الغرب بقى لازم يعيش دور الضحية طول ويعيش دور المظلوم طول الوقت. طب انت لما كنت يقول لك انا لازم ابني جامع وانا عايز اصلي ومش عارف ايه، طب انت الناس اللي عندك اللي عندهم اديان تانية، البهائيين اخبارهم ايه عندك في الدول اللي انت مسيطر فيها؟ اخبارهم ايه البهائيين؟ انت مش عارفين يلاقوا حته ارض يعملوها تربه، مش عارفين يدفنوا، لا يروح ايش دور الضحيه بره، انما الناس اللي عنده يعمل عليهم اسد. فلا طول ما انتوا كده محدش منكم يقدر ابدا يتفوه بكلمه مشاعري. عايز الناس تراعي مشاعرك، راعي مشاعر الناس الاول. وبعدين طول ما انت بتتبع عقائد غبيه ما تزعلش لما الناس تضحك، مش انت اللي بتزغزغهم. انت في مثل بيقول لك ايه، في don't want people to laugh don't say something funny. جاي واحد جاي بيرقص لك وبيعمل لك بلياتشو وبعدين يقول لك ما تضحكش. طب ما تضحكش ازاي؟ مش انت العبيط؟ مش انت اللي بتقول حاجات تضحك؟ طب ما تقولش حاجات تضحك عشان ما تضحكش. انما انت جاي بتقول لي كلام اهبل، لازم اضحك طبعا. طب انت بقى، انا ممكن اريحكم خالص بقى، ودي اخر جمله هقولها، انا ممكن اريحكم خالص من الموضوع ده. عايز الناس تحترم دينك وما تتريقش عليك وما تقولش عليه فارس فرسان المعيز وما تجرحش مشاعرك الدينيه وما تنتقدش القران وما تنتقدش الاسلام وما تنتقدش الشريعه وما تنتقدش، اقول لك تعمل ايه؟ حطه في الدرج عندك، حطه جوه بيتك، حطه جوه الجامع. بس اؤكد لك ان مفيش كائن على وجه الارض عايز اصلا يعرف ايه القرف ده، لان هو مقرف جدا. يعني محدش عنده الرغبه ان هو يفتح كده يقول لي يشوف اما اشوف ايه الاسلام ده. مفيش كائن على وجه الارض عايز يعمل كده. ليه الناس بتدور؟ ليه الناس بتبحث؟ ليه واحد زي انا من خلفيه مسيحيه حافظ احاديث وقران؟ ليه؟ عشان انتوا اللي حطيتوه في وشنا وانتوا اللي فرضينه علينا. طب انت عايز الناس ما تتريقش عليه، تعمل ايه؟ خبي بس. يبقى دينك ده في بيتك وفي الجامع بتاعك، في الشارع ملناش دعوه احنا بقى، مش عايزين نعرف. واؤكد لك ان ساعتها لا حد هيرسمه ولا حد هيعمل كاريكاتير ولا حد هيتريق عليه ولا حد هيعمل برنامج. طالما انت زعلان من احمد انه قاعد بيعمل برنامج ومش عارف بيقول ايه، ساعتها احمد هيشوف حاجه تانية يعملها يتسلى فيها اكتر طبعا. بس والمشكله تبقى انتهت، وانا قدمت لكم الحل اهو على طبق من فضه. واشكركم جميعا، شكرا احمد بيه.
شكرا جورج. سلام.